هذا الحشد هو الحشد المقاطع، والذي يقاطع كل المصالح الأمريكية الموجودة في العالم وخاصة في الشرق الأوسط، لأن هذا موضوع هو موضوع الشرق الأوسط الجديد. الآن نحن نعتقد أنه أيضاً المقاطعة مشمولة في هذه القضية. علينا أن نوعي هذه الشعوب العربية النائمة أصلاً والتي تساند الكيان الصهيوني على أنه موقفهم يجب أن يكون هو موقف المحور الثاني وهو محور المقاومة. المطلب الأول هو إيقاف الهمجية التي هم يدعون بأنهم لديهم حقوق إنسان ومساندة لبني آدم، لكن في الحقيقة هم عكس ذلك. فاليوم نحن مقاطعون أولاً لكل ما يصدر منهم، وثانياً مؤيدين ومساندين لإخوتنا في فلسطين. مقاطع أمريكا وإسرائيل، ونؤيد المرجعية العراقية برئاسة الإمام السيستاني حفظه الله ورعاه. مقاطع إسرائيل وأمريكا بهذا الاعتداء على فلسطين، وقاطعهم مقاطعة تامة على الشعب العراقي. أن ندعو المقاطعة التامة لإسرائيل وأمريكا، وكلا كلا إسرائيل، وكلا كلا أمريكا. حياكم الله. قاطع المنتجات والمطاعم، قاطع الشركات والبضائع، قاطع كل شيء يقطع الحياة عن أبناء غزة. انتهى زمن الشعارات وانطوى الصفحات التصريحات، وحان وقت التنفيذ والتطبيق. كلا لكل داعم للكيان، كلا لكل من يشارك في سفك دماء الأبرياء. صرخة دوت في المجتمعات واقتحمت مسامع الحكام، أما أن تكفوا عن تمرير السلاح والعتاد وسلب أرواح المئات، أو نغلق الأبواب بوجه المصالح، بوجه المطامع، بوجه من كل طامح، بتحويل أموالنا لرصاص يبيد به الأطفال والنساء والشيوخ. إنها فلسطين قضيتنا التي لا نساوم عليها ولا نهادن. تسقط أمامها المغريات ولا تقف معها إلا المبادئ. فكم شريف سيترك عبارة صنعة في دول الغرب ويستبدلها بصنعة لأجل نصرة غزة؟ أهلا بكم. جديد أهلا بكم. محور حديث ملفنا الأول راح يكون مع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البغدادي، حياك الله أستاذ. الله يحييك. أهلا وسهلا. كما أرحب كل الترحيب بعضو حملة قاطع العراقية الدكتور عباس العطار، حياك الله دكتور عباس. حياكم الله. حياكم الله. أهلا وسهلا بحضرتك. أبدأ معك دكتور محمد ونبدأ، ماذا يعني المقاطعة أو أن نقاطع البضائع في لغة الاقتصاد؟ وهنا نتكلم من الجانب الاقتصادي. منذ عدة عقود مضت، نعم، ابتدأ الغرب بتحويل مسار الحروب. بعد ما كانت أنه الحروب بالأسلحة والصواريخ والرصاص والطيارات، تحول إلى الاتجاه الاقتصادي. نعم. فبدأ الحصار الاقتصادي، أول ما بدأوا على إيران عند الثورة الإسلامية، دخلت إيران في مرحلة حصار اقتصادي من قبل الغرب،
وبعد ذلك طبقوا نفس الاسلوب علينا في العراق ايام الحصار الاقتصادي بعد دخول العراق الى الكويت وايام النظام السابق. نعم. اللي مضى. وبعد ذلك ايضا حاليا مثلا خلال السنين اللي مضت انه شافوا مثلا العفو لبنان عارضت سياسه امريكا في بعض الاتجاهات معينه فهبطوا قيمه العمله من كان الليره اللبنانيه الدولار 1500 ليره لبنانيه حاليا وصل حولي 90,000 ليره لبنانيه. طيب. وتم تحطيم الاقتصاد اللبناني بهذه الطريقه. فالاسلوب الحديث بالنسبه للحروب اتجهوا نحو الحروب الاقتصاديه ونبذوا الحروب التقليديه. طيب. فهذه الطريقه اللي هم ابتدعوها يجب علينا انه نستعمل نفس السلاح لمحاربتها. شلون نستخدمه وشن هي الاساليب؟ نعم. يعني وش قد تتكبد ممكن هذه الشركات الداعمه للكيان الصهيوني من خسائر اذا ما قطعنا منتجاتها؟ للاسف اكو هواي امور غامضه على حضرتك وعلى المشاهدين قناه حاليا. اذا حاليا اذا تركزين وتدورين بالسوبر ماركتات اللي الموجوده تلاحظين الكثير هناك الكثير من البضائع الاسرائيليه موجوده الى في داخل اسواقنا حاليا والكثير يجهلون هالموضوع هذا. البعض من عندها مثلا تلاقي مثلا قبل عده ايام شفت في احد المحلات ماده اللانشون مكتوب صنع في احدى المدن بس ما كاتبين اسرائيل كاتبين صنع في فلسطين لكن هي منطقه داخل الحدود الاسرائيليه وتخضع الى سلطه الاسرائيل. هذا المواطن شلون يقدر يميز؟ مو هي هنا الحكي هذا مو المواطن اعتمدنا على السلطه الجمركيه اللي يجب ان ندقق بهالامور هذه. لما تجي لما تستورد بضائع حاليا المفروض ترفق بشهاده منشا. شهاده المنشا منين صادره؟ هل من السلطه الفلسطينيه ام من السلطه الاسرائيليه؟ طيب. فهناك الكثير من التزوير بالاضافه الى شيء ثاني انه هناك الكثير من الدول الجوار صاير الحد فاصل ما بيننا وبين اسرائيل فده تدخل البضائع الى هذه الدول وتغير اوراقها وده تدخل الى اسواقنا تحت غير مسميات. بالاضافه الى حتى هم اكو شغلات انه قبل فتره مثلا اني شخصيا انتبهت الى ماده مثلا اللي هو مكتوبه باللغه الفرنسيه مكتوب جامبون. جامبون هو اللي هو مثل اللي شو مثل ما نقول مثلا بالانجليزي نقول كاو اللي هي البقره بس نعم. نقول بيف على لحم البقره. لحم الخنزير باللغه الفرنسيه يكتبون عليه جامبون. اذا هو هذه الماده لحم خنزير طبعا والمواطن ما راح يدري المواطن ما يدري لانه جهل باللغات لكن للاسف انه هذا مو مهمه المواطن الغلط انه الغلط بالسلطه الجمركيه والسلطه الصحيه الجهات الرقابيه انت مثل ما اي ماده غذائيه اليوم انت تدخل تخضع للسيطره النوعيه وتدخل للمختبرات لوزاره الصحه يجب ان ايضا انهم من يقولون هاي الماده شنو هي لا يقولون بس صالحه للاستهلاك البشري او لا بس يقولون انه هاي حرام لو حلال هاي ما منتبهين ما حد ينتبه لها. نعم. اذا دكتور عباس جد الترحيب بحضرتك وقبل ما نبدي الى حمله المقاطعه خلينا نتحدث اليوم المواطن شلون يقدر يعرف المنتجات الداعمه للكيان عن سواها وشنو البدائل المطروحه بالاسواق دكتور؟ شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم. في الحقيقة ركز الضيف الكريم على نقطة مهمة المواطن لا يستطيع التركيز وليس دوره أيضا. نعم. لذلك في حملة القطاع العراقي وضعنا عدة محاور. المحور الأول وهو أنه ننشر ثقافة المقاطعة ونعززها ونرسخها وهي كمنهج حياة وفلسفة وهي مقاومة سلمية أمام ما يحدث الجاذب في غزه والشعب. المحور الاخر اللي حضرتني عليه هو المحور القانوني. بالحقيقه عندنا قانون تجريم التطبيع موجود وصوت ولكن المؤسف انه حركه الحمله على هذا الجانب راحت الى وزاره التجاره قدمت عريضه الشكوى ورادت انه تتحرك الوزاره بالمنافذ الحدوديه والجمركيه حتى تمنع وبالتالي تصير ثقافه هي مجتمعيه، يعني يعني بالضبط انه دائما المواطن ليش معترك كبير مو شغله هو، خلي تكون هي نفسها الدوله من فوق تنزل الثقافه لا تحت، دعاني امنع والمنع يكون مسبب، يعني مو امنع ما يدخل يختفي واسال وما اعرف شو السبب، لا، انا انشر الثقافه عبر وسائل منابر الاعلام انشرها عبر الحكومية. نعم. ولذلك لما أعلن أنه هذه البضائع دائما الصهيوني اللي هو متسبب في
هاي طيب. الاطفال وهذا الاحتلال طيب. دكتور عباس الاهم نعم اللي احنا ركزنا عليه حقيقه في حرب الطاقه العراقيه انه نتحرك على ميداليه، فلذلك كانت حملتنا كلمة افقيه وعموديه بالافق، حركنا بالميدان على بعض الاماكن شملت من 13 محافظه، وزعنا بروشرات بوستات وثقفنا على اهميه المقاطعه كسلاح استراتيجي كبير. فاشير هنا اذا نقطه مهمه جدا انه اذا واحد ينتبه خاصه المتابع المراقب في الحرات الكريم انه الانتفاضات اللي مع سبقتها كانت حملات مقاطعه كل مكان في كل البلدان، فحملتنا كانت في هذا الاتجاه وعليه يعني حصلت عده نجاحات في المحافظات، ولذلك لا تقول دكتور عباس حتى افهم يعني حضرتك الاشهر الاولى نعم. من المتحدثين في المقاطعه افراد، الان اصبحنا مجتمع، وسائل الاعلام ايضا دخلت على الخط، بعض القنوات قدموا بعد وصلنا لهم من شركه الاحتجاج وقدمنا انه قانون التطبيع لازم يكون السعر المفعول طيب. لازم تنفذ الحكومه التنفيذيه وهكذا. وضحت الفكره فيما يتعلق بنشر هذه الثقافه نعم، لكن أريد أسألك ما هي أبرز المنتجات التي تمت مقاطعتها في العراق؟ أمام المشاهد وهي كل وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. سألتك دكتور عباس ما هي أبرز المنتجات التي تم مقاطعتها في العراق تحديدا؟ يعني إذا على المنتجات حقيقة يعني إحنا ركزنا على الأشياء المهمة، الأشياء المهمة هي الآتي. الأشياء المهمة هي أن داخلة ببيوتنا وفي أسواقنا، يعني أبسط شيء لما دخلنا بهذا المعترك الثقافي الكبير وضعنا في الفريق رصد للشباب اللي هم متخصصين في كشف هذا، وجدنا أنهم أعجوبة أنه الماء قناة الماء بالبيوت وموجودة، والأدهى من ذلك أنه نفس المشرعين بقانون التطبيع وفي داخل مجلس النواب وفي كل مكان وفي كل محفل وفي كل مؤسسة وزع الماء وتوزع الدس وزع الأشياء اللي هي داعمة حقيقة على سبيل الاستغراب. الآن يعني لما أجي أشرع وعلى سلطة تشريعية وما أجي أراقب مرة أخرى والوصفة وإذا كارثة، هاي واحد. اثنين إنه الأمور الأخرى إحنا على قضايا حتى طفولة منتهكة، يعني هاي طفولة صغيرة على تشيف ديز وغيره 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 من المنتجات الاخرى تلقاها في الحقيقه داعمه للكيان، وهي يعني هنا في هذا المورد من شيوخ طيب بلداننا العربيه والاسلاميه الى الكيان، ويقوي اقتصادها وبالتالي يقوي مكانتها العسكريه وشرطتها العسكريه. نعم، اذا دكتور محمد الى اي مدى تلعب هذه الورقه دعما قويا اقتصاديا لفلسطين المحتله في هذه الظروف اتحدث؟ اكيد احنا حاليا احنا كمواطنين عاديين احنا ما نقدر نشيل الاسلحه ونروح نقاتل الفلسطينيين، لكن كل واحد انه مجرد انه قاطعتي شراء حاجه منتجه في اسرائيل او بضاعه منتجه في بلدان اخرى لصالح شركات اسرائيليه مثل ما موجود حاليا هذا يعتبر مشاركه بالقتال وهو اضعف الايمان خلينا نقول زين، يعني احنا يمكن ما نقدر احنا نروح كلياتنا نروح نقاتل، لكن على الاقل نقدر نساهم من عندنا هالموضوع. هاي الثقافه عندنا يعني اليوم حتى عندنا، وانا لمستها بالكثير من المواطنين، حمله قاطع عنده يقول لك هذا لا والله داعم، هذا المنتج داعم للكيان الصهيوني، لكن اكو منتجات هو ما يعرفها، اكو منتجات عنايه ببشره، اكو منتجات اخرى، اكو ادويه كل فلوسها تسخر للكيان الصهيوني، احنا حتى ما نعرف البدائل لهذه المنتجات. اولا اوضح لك اكو فد موضوع، اكو ممكن فد شيء بسيط فد ابلكيشن على التليفونات موجود نعم. مكتوب اسمه ميد ان، هذا انه اي حاجه تشوفيها بالسوبر ماركت بس توجهين الباركود عليها زين يطلع لك علم الشركه المنتجه طيب، وهواي اكو موجوده ويطلع لك علم اسرائيل عليها، انا شخصيا مشيكه. اكو مواد كيميائيه موجوده بالاسواق واعلاف للحيوانات حاليا قبل فتره انتبهت لها، منتجه في بلدان شرق اسيا اندونيسيا وتايلاند والصين وهالمكانات هذه، لكن منتج لصالح شركه كذا. لما اذا تدورين شوي تدققين وتشوفين شركه فلاش تخشين على الويب سايت مالتها تطلع الهيد اوفيس مالتها وين؟ باسرائيل.
هاي يعني منتجة بشكل غير مباشر، هي بضائع إسرائيلية يعني شركات إسرائيلية لكن انتجتها بإندونيسيا. دكتور ربما هذه المعلومة أول مرة نسمعها من حضرتك، ما هي المواطن اليوم ما يدري شلون لازم إحنا نسلط الضوء إعلاميا حتى نحقق هذه الفائدة الاقتصادية. نفس هالمادة هاي إذا تقين على الباكيت ما يعني شخصيا عندنا أشيجها مكتوب عليه ميد إن تشاينا مثلا أو ميد إن إندونيسيا أو ميد إن تايلاند مثلا، لكن الباركود بس وجهه عليها بالشسمة يطلعش على إسرائيل يقولش بضاعة إسرائيلية هاي. وهاي طبعا هم مفتخرين، هاي مو مشكله الحكومه يعني المفروض الحكومه ما تخلي المواطن في هذه الاشتباه. اليوم المواطن يشتبه يقول لك هاي صنع في الاردن او صنع في مصر، ايش مدري اكو شركه اسرائيليه وكل هسه احنا نعرف. هسه احنا هالفتره هاي اللي هالكم شهر الفاتت صايف موضوع اسرائيلي وهيك، لكن انا من قبل فد عده سنوات مضت انا هاي شوف عيني في احدى السوبر ماركتات القريبه من بيتي شفت منظر اوصف لك اياه، انه شفت رجال شايب فتح البياض طلع معون في الليم بقطع دجاج مجمد وملفوف وهالشكل، فضل باوع ما قدر يقاب بسبب صغير. صاح الصانع قال له تعال بابا هاي انتاج شنو؟ قال يعني مدى اسمه دا اشوفه قدامي مدى حكى ويا شو هذا شاله شو مويه هالشكل ومشى. انا اعرفه من ذول شو اسمه، صحت على الصانع قلت له تعال بابا هاي هذا شويه يعني تنفذ الشمايه ومشى وزعل ومشى. قلت له هذا شنو القضيه؟ قال سالني قال لي شنو انتاجه؟ قلت له انتاج تركيا بالضبط بالفتره اللي تذكر لما تركيا قصفت شمال العراق وهيك بالضبط. فقلت له معقوله يعني اكو مقاطعه بتصير؟ كان يقول لي اوه تعال شوف انت الناس هواي، اكو ناس مثلا اليوم هو يحكي للصانع يقول لي اكو ناس تقرا انه بضاعه ايرانيه ما تشتريها مقاطعين ايران، قسم يقول لك لا بضاعه تركيا ما اشتريها، قسم يقول لك بضاعه سعوديه هذول داعمين للارهاب، فلان دوله داعمه للمدري شنو هو. هواي اكو ناس تدورها هاي الحكي من 50 سنة. اذا هسه الوعي موجود بس الوعي احنا موجود. مشكلتنا اداريه يعني لو تخطيطيه لو اقتصاديه بعشوائيه. احنا بدنا ننفذ الحصار بس بعشوائيه، خلينا نقول لك اكو هناك ناس مثلا معادين الى ايران مثلا فيقول لك يعني قطع بضاعه ايرانيه، يعني على وش ما اشتري بضاعه ايرانيه، ما اشتري حاجه ايرانيه ما اصير ايرانيه. وبنفس الوقت اكو ينعكس الموضوع على تركيا، ينعكس على السعوديه. بس اليوم دكتور اليوم العدو واضح، اليوم العدو جاي يسوي اباده جماعيه يقتل قبل اليوم اصبح واجب على كل مسلم، واجب على كل شخص عنده انسانيه. هسه دعك من الاديان ومن العقائد، اي مواطن عنده ذره انسانيه لازم ما يدعم هذا الكيان الصهيوني. لكن حضرتك وتفضل دكتور عباس الى نقطه مهمه، قال لك اكو بعض النواب مقاطعين ويستخدمون البضائع الداعمه للكيان. يعني يا اما هذا بين من يفسر يا اما تعتبر جهل من عندهم، اكو جهل يعني هو يريد يقاطع بس ما يعرف انه هاي بضاعه اسرائيليه مش يعني احنا سلطتنا التشريعيه تجهل هذه الامور. هي هاي نقطه انا ليش اقول لك اياها، انا المفروض انه انا ما اعرف وجهه نظر القانون تجاه المقاطعه، هل هو يسمح او ما يسمح القانون يسمح بالمقاطعه او لا؟ اذا سامح بالمقاطعه فيجب ان السلطه الجمركيه هي اللي المفروض تمنع دخولها، واذا ما يسمح هاي بحث اخر. بغض النظر عن يسمح القانون او ما يسمح، اليوم العراق موقفه واضح ضد الكيان الصهيوني. المفروض بشكل شخصي انت حضرتك مثلا هسه انت تريدين تقاطعين المفروض ما تشتري اي حاجه اسرائيليه. طيب. والمفروض انه لو يعني اذا تريدين تدققين المفروض تشيكين انه حاجتين تشتري هاي اسرائيليه او منتجه لصالح شركات اسرائيليه ايضا. زين هي ايهما اكثر يؤثر، البضائع الاستهلاكيه مثل اجباس مثل اجبان هذه يكون وقعها بالاقتصاد اقوى لو الايفون والسيارات الامريكيه تاهوا؟ والله هي كل شيء الاكثر. انت حتى السيارات الامريكيه ترى اليوم صارت العولمه، انت هذا التليفون الايفون اي او مو الايفون سامسونج مثلا او الايفون مثلا، هو الايفون هو شركه امريكيه بس وين ينتج؟ ينتج بالصين. زين التليفون السامسونج هي شركه كوريه لكن من يقول لك ما يكتب لك ميد ان كوريا، يكتب لك ميد باي سامسونج. شنو معناته؟ لانه هذا الجهاز الباتري من جهه، الشاشه من جهه، الدقم جهه، كل وحده من دوله تجميع وده تجمع. نعم. فلذلك انه بما انه القيمه الكليه ما اكو جزء ب 40%، هي اكو اتفاقيه الولايات العالميه محدده 40% كسقف اعلى، اذا ماكو شيء يتجاوز القيمه المضافه 40% ما مسموح لي يكتب لي ميد ان كذا. طيب. فلهذا يكتب لك ميد باي كذا. طيب دكتور عباس الى اي مدى ساهمت حملتكم في مقاطعة المنتجات الداعمة للكيان الصهيوني؟ إذا يعني نحكي على مدى القضايا لسه احنا لمسنا يعني حملة مقاطعة اللي حققتها هو نشر الوعي والتعزيز.
الاثنين انه صار اكو ثقه عند الجماهير، يعني انا اذا تحصل لك التصميمات احنا عندنا يعني منابر اعلاميه على المنصات، منصه الفيسبوك هاي واحد، منصه التليجرام، منصه الانستغرام ومنصات اخرى اعلاميه وعموميه. بالحقيقه يعني هذا المثل يعني وهو التاثير او الجاذبيه. الحمله تحولت من انه تنشر وتعزز وترسخ من ثقافه المقاطعه الى لا اصبحت انه صارت مرجع لاسئله الناس والمجتمع. فانا هنا لما اصبحت مرجع واصدرت دليل بسيط جدا، لان انا اختلف مع النظره اللي تقول المواطن هو اللي يبحث. المواطن احنا قاعدين نقسمه، المواطن هو الطبقات، يعني طبقه ثقافيه، طبقه ادبيه، طبقه سياسيه، طبقات. الجو العام هو المواطن العام وهو شكل المساحه الاكبر، هذا معبر بالحياه العامه يعني. مو شغله انه يجي يدور ويدور، صح مسؤوليته، ولكن بالحقيقه احنا من جدا اكو مسؤوليه مثل ما نقول يعني كان انه اكو ثقف عضوي وثقف غير عضوي، ثقف عضوي انه منتمي. لكن انا استغرب لما مجلس النواب وهسه النقطه اللي اعترفت قبل قليل هو اللي يشرع والحكومه يجب ان هذا احنا وصلنا محمد قاطع الى وزاره التجاره الى نفس الشركه المديريه اللي مسؤوله عن ادخال هذه الفضائح. ونبهنا وقدمنا عريضه احتجاج. يعني وين وصلنا الى هذه المراحل؟ وردنا ودعينا الى بعض المحامين والقانونيين انه بنام الاسانيد القانونيه والحجج حتى يرفعون امام محاكم مختصه ونكسب القضيه، وبالتالي نمنع هذه البضائع من الدخول. دائما المواطنين مواطنين ترى دائما ثقافه تنزل لهم من الحياه التسويق تنزل من الاعلى، ما في شيء افقي يعني. لكن دكتور عباس اكو ما يسمى بالضغط الاعلامي والجماهيري والشخصيات المؤثره في المجتمع، يجب ان يعني تنبه على النقاط التي ذكرتها حضرتك وهي المقاطعه، يعني لا يجب ان يكون من مجلس النواب فقط حتى نكون منصفين بالحديث. لا هو انا جاي لانه اسلسل، انا بديت من الشيء الاعلى. نعم. والآن احنا استهدفنا المؤسسة الدينية، المؤسسات الاجتماعية، قادة الرأي، حتى الإعلاميين، حتى اللي هم مشهورين يعني مدونين استهدفهم كليتهم، ولكن حقيقة الفعاليات المجتمعية كانت ليست يعني بالشيء اللي كنا نعتقده انه يعني صفة استنهار ويوجعهم هذا العلم اللي هم المشاهد اللي نشوفها ويكون لهم فدور ويقرسون أمام هذه الناس اللي هم مسؤولين وهم اللي يقودون هذه الحملات. وبقينا لاشهر طويله وحدنا احنا افراد واتحقنا لطلبه الجامعات الى ان هاي اصبحت الان في المنابر، جوامع، حسينيات، على وسائل الاعلام، على وسائل التواصل الاجتماعي. الان يا ربت الاصوات، والحقيقه اعتلت هاي الاصوات بعد انتفاضه الجامعات في الدول الغربيه. انتفضت على قيمهم الليبراليه. فأنا يعني من أعطي أقول كل قادة الرأي الاجتماعي والسياسي هم كانوا مسؤولين. نعم. وما زالوا مسؤولين، يعني استهدفنا المؤسسة الدينية، كل حتى خطباء وصلنا لهم. طيب. لأن ذلك فقط استهدفنا ناس هم مشهورين مشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن حقيقة الاستجابة كانت كلها ضعيفة ومؤلمة أمام ما نشوفه في المشاهد اليومية من مجازر قتل الأطفال والنساء والتهجير ويعني هذه الإبادة الاجتماعية. هذا مو مع انه يعني حب تجيب على المواطن ونقول له انت تصير مسؤوليتك، لا اكو مسؤوليه اخرى، مسؤوليه سياسيه، مسؤوليه قضائيه، مسؤوليه. وضحت الفكره دكتور عباس. نعم. اذا دكتور محمد اريد اسالك وبصراحه، اليوم احنا شلون نقدر نزيد هذا الوعي؟ وشلون اقتصاديا نقدر نخلي الشركات الداعم للكيان الصهيوني تخسر؟ هي يعني حقيقه انت ما تقدرين تضغطين على شيء الا لما يكون بداخلك انت وايد الشيء. يعني احنا ما نقدر اني اجبر مثلا شركات اقول لهم ممنوع تسوون فلان شيء، لا، اذا المواطن هو ما يريد هو اللي يقدر يسوي. المواطن يريد، والمواطن يعني يريد وبشده، عنده غيره تجاه القضيه الفلسطينيه، وهذه متجذره يعني منذ مئات السنوات عند العراقيين، لكن ما يعرف منين يبدي. هو يعني هذه المشكله، يقول لك انا ما اعرف، وحتى لو راد يبدي ما يعرف شنو البديل عن هذا المنتج. تعال حكي،
احيانا شو يقولون؟ يقول لك انا اقاطع هذا المنتج وما اكل بديل عنه. أيه. مثل ما حاليا هسه قبل عده ايام كنت باحد المطاعم زين، قال بيبسي من دخله والسفن اب من دخله والكوكا كولا من دخلها والسبرايت ما دخلها، واني هاي الشغلات كلها ما دخلها. هاي في مطاعم مطاعم بغداد موجود قبل كم يوم كنت اسمه ما اقدر اذكر اسمه حتى لا تصير دعايه. نعم. فقال اني ما دخلها، قال اني مقاطع زين، وقال لي انه اني عمالي كلهم فلسطينيين وهذا المطعم كله مالكي فلسطينيين من الملاك للخلفات للعمال كليتهم، فلهذا يقاطعون، لكن البقيه ما حد. فهو اذا واحد هو ما يريد، لكن انت ليش ما نقول انه المستهلك يجي يقول له ما اريد بيبسي، مو هو يقول له ما اقدم لك. المفروض الوعي من المستهلك تبتدي، انه المفروض انه اني اقول ما اريد. هسه بنظره اقتصاديه اليوم الحكومه العراقيه موفره بدائل لهذه المنتجات؟ اكو لكن مو بجودتها. خلينا نقول هيك، خلينا نحكي بصراحه. هسه اليوم اذا نحكي على مثلا عندك البيبسي والكوكولا هي هاي العملاقين الموجوده بالسوق. نعم. لكن قولي لي بدل هشكو اكو مئات المشروبات الغازيه لكن ما توصل الى مستواها ككواليتي. خلينا نحكي بصراحه. لكن اكو انه انت ما لازم تشربي مشروبات غازيه، شربي عصاير طبيعيه مثلا ممكن. يعني هذه مو حاجات اساسيه راح تخلي الانسان يموت. بالضبط بالضبط. نعم. هي هاي القضيه. فلذلك انه لكن انه خلينا نقدر نقول خلينا نقول غير شكل، انه مثلا ابو السوبر ماركت مثلا يقول لك انا اجيب شامني يعني حامي حمامي عليهم مو هامني الموضوع، خل اجيب وابيع واكمل الموضوع. لكن المواطن المفروض لكن يكون عنده هذا المواطن هو اللي اذا هو يكون عنده وعي وهو اللي يرفض الموضوع. شفت حملات المقاطعة في البلدان العربية وبعض البلدان الإسلامية، وحملة مقاطعة كبيرة ومنشودة في العراق لمقاطعة البضائع الداعمة للكيان الصهيوني. هذا قد ممكن تكبد الشركات خسائر كبيرة إذا ما قاطعها اليوم الفرد العراقي مقاطعة حقيقية. أنت قولي لي مثلا، هي نرجع نضرب مثال البيبسي والكوكولا، أنت تصوري لو أنه أنت حضرتك مثلا أنه مثلا لو تشربين يوميا مثلا قوطيتين بيبسي مثلا حسبيها على مدار على مستوى الشعب العراقي، او قوطيه واحده وضربيها ب 30 مليون الشعب العراقي، ايش قد 30 40 مليون شوف ايش قد قاعد نستهلك بيبسي حاليا. كواي تجمع. اكو شركات خسرت من هذه المقاطعه؟ اكيد، بس لكن انا باعتقادي الخاص أي؟ مو مقاطعه حقيقيه. مو مقاطعه حقيقيه. اذا دكتور يعني شعارات ناطيه حجم اكبر من الحجم الحقيقي. إذن دكتور عباس مجرد شعارات، يعني يقول دكتور يعني محمد للأسف هاي يعني أنا أتمنى أن يكون مقاطعة حقيقية، لكن نعم. اللي نشوف الواقع غير اللي نتمناه. سمعت ما تفضل بدكتور محمد أستاذ عباس يقول لك أنا أتمنى أن تكون المقاطعة حقيقية، يعني اليوم المواطن المفروض يكون عنده وعي، هو المفروض ويدرك ما يحدث الآن في قطاع غزة، ولازم يقول من داخل نفسه أنه أنا مقاطع هذا الكيان الإرهابي الصهيوني. فأنت اليوم تشوف هذه المقاطعة حقيقية لو مجرد شعارات؟ لا لا طبعاً، أنا يعني حتى نتناقش عن الظلم والحياة طبعاً كثير من المواطنين بدأوا أصلاً يرفضون مثل ما قال. نتمنى ذلك طبعاً. نعم. بدأوا يرفضون يدخل إلى مكان يطلب الآخر، وحتى أطفالنا يعني أنا شخصياً أساساً أطفالنا أجل أدخل لسوى الماركت يقول لي بابا هذا مقاطع، هذا مقاطع، هذا مقاطع، هذا مقاطع، هذا حتى الاطفال بس يستغربون هذه الثقافه. فالدور المجتمع تقريبا اخذ في الحيز من التاثير، بدا تتنامس، شلون كانت تكبر، بدات تتنامس. الامر الاخر انا يعني دائما احمل اقول الامر الاخر لازم يصير منع دخولها من الدفاعي. اذا يعني احنا كحمله القاطع العراقيه شباب اثنين يقدروا يدخلون الى الباركودات ورصد وتحليل وقدروا يرصدون ويصدرون دليل على بساطته، ولكن هو عرفه اللي هو يعني الدور اللي قاموا به وصلوا الى هذا الدعم وهذا الغرب. يعني حتى من حاله بعض الشركات بدلت اسماء، بدلت باركود، بدلت اي شيء، والاهم من ايضا نعم يعني رصد وتشكر. فانا اقول لا حقيقه انه هو الدور في متكامل، يعني وسائل الاعلام، المواطن، الجمارك، النواب، الحكومه العراقيه، كل احنا لازم نشتغل في هذا الشيء. واما يعني ردا على الدكتور محمد البغدادي، انا استغرب انه بالعكس الشركات الاجنبيه اعلنت اثباتها وبعض
تراجع بهذا. نعم دكتور عباس هو أكد على هذه النقطة لكن قال ليست بالمستوى المطلوب، يعني إحنا اليوم بحجم المصيبة الكبيرة في فلسطين المحتلة يجب أن نكون سداً منيعاً واحداً بالعراق قلب على قلب حتى نقدر نخلي هذه الشركات تخسر المزيد من أرباحها في الشرق الأوسط. هذا ما قصد أستاذ محمد. على أي حال شكرا جزيلا عضو حملة قاطع العراقية الدكتور عباس العطار، كنت معي من كربلاء المقدسة، شكرا جزيلا على ما تفضلت به. الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البغدادي نورتنا في حصاد اليوم، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإصلاحات. إذا ملفنا الثاني راح يكون عن المجازر العشوائية وذبح الأضاحي بطرق بعيدة عن الوقاية أمام تفشي العديد من الأمراض وأبرزها الحمى النزفية، وراح نفتحها وياكم بتقرير الزميل شيبان سامي لنتابع. أحداث تتكرر كل عام ومعها معاناة تتفاقم. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتشر أماكن بيع الأضاحي في أغلب مدن العراق، إلا أن الإقبال على شرائها منخفض بسبب ارتفاع أسعار المواشي بنسبة 50%، حيث وصل سعر الخروف الواحد إلى أكثر من 500 ألف دينار. كل موسم مال عيد الضحية الأبو الحلال يعزل الطلي مال الضحية سعولة كامل مواصفات، يعزله ما يبيع على القصاب، يجي وقت الضحية يسوم له بأغلى. يعني أنا البارحة على طليان يكسره ب 23 ب 24 كيلو عليه، ليش أريد أبيعه؟ والله وصلت اليوم أنا جايب الزوج 1,400,000 1,350,000 الزوج، طلع على 700 650 700 إلى 25، سببها الأعلاف وسببها شحة المياه، وثانيا العلف غالي والسيطرة تشوي لها دور فعال. هسه منتشين عليا من منتشين على الطلي المستورد، يجي طلي من إيران ومن تركيا ومن سوريا، هاي السيطرات تعرف السيطرات وروتينهم والترتيب مالهم كل. اما احنا كحلال ما حلال لا تتجه على منطقه الجنوب الذي هو احسن طلي بالعالم. الجنوب هسه صار قاع صبخه، لا بيها ماي، لا بيها خدمه، لا بيها زراعه، لا بيها اول، لا بيها دعم كلش. تفشي ظاهرة الجزر العشوائية المنتشرة في جميع مناطق البلاد على الرغم من تأثيرها السلبي على الصحة والبيئة التي ما تزال دون إجراءات وقائية رادعة، أفسحت المجال أمام الجزارين للذبح بطريقة غير أصولية في الأماكن المأهولة بالسكان بعيدا عن المسالخ الرسمية. هي شغلة غير حضارية أو تلوث للبيئة، وهذا الشيء مو صحيح. يعني أنا أتمنى من جهات مختصة شوف هذا الموضوع، ليش مثلا يصير الذبح هذا بالشارع؟ اولا تلوث البيئه، وثانيا بيئه امراض، لان هذا دم يتحول امور بكتيريا وغير هاي الامور. فيعني احنا نوجه للناس المختصين من قبل هذا الشيء يشوفون للمجازر شيء رسمي، وواحد ياخذ على مود هم يكون مرتاح، خاف على نفسه، خاف على صحته. عزوف الكثير من المواطنين على شراء الأضحية بسبب ارتفاع أسعارها بشكل كبير، وإنما الأضحى يقتصر على من استطاع إليه سبيلا. من العاصمة بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. محور الحديث في ملفنا الثاني راح يكون مع مدير مركز السيطرة على الأمراض الانتقالية في وزارة الصحة الدكتورة سينان غازي. حياة الله دكتورة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتورة. نبدأ مع حلول عيد الأضحى المبارك، ما أبرز التحذيرات التي أطلقتموها لأصحاب المجازر أو ما يعرف بالجزارين أو القصابين بالعراق؟ والله إن شاء الله يكون عيد سعيد وما نواجه ما واجهناه السنة الماضية من زيادة بحالات الحمى النزفية بسبب إجراءات الذبح العشوائي وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية خلال الذبح، ومتخوفين إحنا حقيقة. يعني الناس تستعد إلى أداء مراسيم الحج، وتستعد إلى العيد الأضحى المبارك، وتستعد إلى الفرحة، لكن حقيقة إحنا متخوفين جدا من زيادة حالات الحمى النزفية. يعني المرض هذا إحنا من 3 سنوات تم تسجيل حالات، مئات الحالات وأعداد مضاعفة جدا على ما كان يسجل في السنوات السابقة من تسجيل مرض بالعراق سنة 1979. طيب. عقود طويلة، حالات بسيطة تسجل، ما تتعدى 10 حالات سنويا، لكن حاليا تسجل مئات الحالات سنويا.
وهذه المرض إضافة إلى أمراض أخرى. طبعا إحنا نتحدث عن حمى نزفية لأن هي أعراضها تظهر خلال فترة قصيرة ونسبة الإماتة بي عالية إذا المواطن ما يراجع بأقرب فرصة المؤسسات الصحية. والمشاكل الصحية اللي يعانيها المواطن مع الملامسين للمواطن أو المريض بهذا المرض والملامسين بكل جهاته، يعني إذا كان داخل البيت أو داخل المؤسسة الصحية أو داخل العمل، كلهم ممكن راح يعرضون إلى الإصابة بالمرض إذا لم يتم اتخاذ إجراءات الوقائية. دكتور، حتى أفهم من حضرتك، قلت العيد الماضي كان يعني أكو تخوفات، كان أكو حالات رصدت للحمى النزفية، زادت الحالات عن الفترة السابقة للعيد. المواطن شلون يتورط بهيج ملف؟ لربما هو ما يعرف، لربما إحنا عدنا يعني حضرتك تعرفين ثقافتنا في جران دم ولازم يضحي بالبيت، ويعني هذا مانع. احنا عندنا ماكو مانع انه شلون نحتفل بالعيد، ماكو مانع انه نذبح الاضحيه، ماكو مانع انه نطبخ الاضحيه، لكن باتخاذ اجراءات وقائيه. مثلا يعني الضحيه هي تباع في مكان معين، فيفترض الباع للضحيه انه يفحص هذه الضحيه قبل ان يبيعها، يفترض به أن يعالج هذه الضحايا إذا كانت مصابة بحشرة القراد اللي هي ناقلة للمرض. هذا يعرفها المربي لهذه الحيوانات ومالك هذه الحيوانات واللي يبيعها، هو يعرف أنه ممكن أكو يبيعها المواطن، لكن ممكن يبيعها حتى من غير ماكو مانع من الفائدة، لكن إذا تم علاج هذه الحيوانات، لأن هي المشكلة الحيوانات ما يظهر عليها مرض، تبقى حامل الموضوع ما يظهر عليها مرض. فشوف المواطن يتعامل معاه بكل يعني بساطة أنه حيوان ما بيشي زين، ما تظهر عليه. المواطن جاب هذه الضحية يريد يذبحها، القصاب يريد يذبحها. يعني إحنا أتذكر من كنا أطفال كان القصاب يلبس جزمة طويلة ويلبس صدرية ويلبسون، هسه الكفوف ما كانت موجودة لكن نحتاج أيضا يلبسون كفوف، وأعتقد تكلفة الكفوف مع الصدرية مع الجزمة مقارنة بما راح يتكلف هذا الشخص لو أصيب بالمرض كبيرة جدا. يعني المرض تكلفته كبيرة جدا على المواطن وعلى الدولة، لكن تكلفة الكفوف والصدرية والجزمة شو قد يتكلف؟ زين دكتورة، حتى يلبسها ويذبح. زين ذبح، وهذه لكن هذه الأضحية كانت مصابة، نعم، وانذبحت بالبيت. المواطن نعم. شلون يتعامل وياها؟ المواطن عند الذبح لا يوقف يم القصاب، ولا يخلي الأطفال قريبين على القصاب، ولا يكونون كلش قريبين عليه. كمل الذبح، أكو قاصر موجود في كل البيوت، صحيح، وأكو مي موجود، فأغسل مكان الأضحية، مخلفات الأضحية ترفع بكيس نفايات، وممكن أتعامل معها بطريقة صحيحة، يعني إجراءات بسيطة جدا ما أهمل بيها. زين، واللحم لازم يطبخ بطريقة صحيحة. نعم، اللحم لحم الأضحية، اللحم ملامسة الأضحية، ربة البيت جابت اللحم تريد تطبخه، زين تلبس كفوف خلال تعاملها مع هذه الذبيحة، بس خلتها بالجدر وبهار الجدر، بعد ماكو مشكلة، ماكو مشكلة خلاص. يعني هي المشكلة بيمن؟ مشكلة بالحيوان وعلي قراد، المشكلة بمخلفات الذبح، دم الحيوان، هذا اللحم لما اتعامل به وبعده طري، بعد اول من ذبح هذا وبعده حار نقول هذا، فهذا ناقل للمرض. كل هاي الفقره من تربيه الحيوان الى ذبحه الى طبق اللحم بارتداء عده حمايه. كفوف على ابسط ما يمكن، كفوف وموجوده، هذه اصبحت موجوده في كل مكان، وكثير من ربات البيوت هم عندهم الكفوف موجوده بالبيت وممكن يرتدوها، يعني شيء بسيط جدا لكنه يحمي ويقي من مرض مميت. دكتورة، خلينا نتحدث اليوم بصراحة، وزارة الصحة عندها حملات لمتابعة القصابين بطريقة صحيحة. والله احنا شهدنا القصاب مثلا ما يبيع أضحية وهي ما مبين عليها الأعراض، يبيعها المواطن بسيط، ما يقدر يفهم كل هذه الأمور دكتور. حقيقة هي أكو إجراءات مشتركة ما بين وزارة الصحة وما بين وزارة الزراعة وما بين البلديات، يعني أكو حملات رقابية مستمرة على محلات الذبح، على حتى حالات الذبح العشوائي يطلعون البلدية عليهم، الداخلية تطلع عليهم، لكن المشكلة أنت هاي الحالات أصبحت كثيرة جدا وعدم التزام المواطن، يعني صارت مثلا غلق لمحلات ورا فترة بصورة غير قانونية ممكن يرجعون
يفتحوها. المحلات اللي هي يصير بها جزر عشوائي خارج إطار المدينة على الطرق الخارجية، على المحلات اللي نقول مو قريبة إلى مركز المدينة، هذه أيضا أصبحت كثيرة جدا، وأصبحوا يعني مهملين جدا بترك مخلفات الذبح مالتهم. يعني موجودة تلقين هسه أي طريقة تمرين بخارجي تشوفين مخلفات الذبح في كل مكان. ماكو مشكلة اذبح، هسه احنا ماذا نمنع الذبح، لكن اتعامل مع هذه المخلفات بطريقة صحيحة. أجمع هاي المخلفات، ممكن أحرقها، أجمعها وأخليها بأكياس نفايات البلدية. متابعات للجزارين موجودة هسه الرسميين موجودة عزيزتي، موجودة للكل، موجودة للرسميين وموجودة للغير رسميين، ومتابعة أيضا نقول إجراءات القانونية لاستخدام الذبيحة بمحلات القصابة اللي هي رسمية. أكو حاليا يعني حملات توعوية كثيرة جدا، يعني بالنسبة لوزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة البيئة أيضا عندها حملات توعوية، البلديات تقوم بحملات توعوية، أكو نقول نشرات صحية على مختلف المستويات. نعم. على نقول وسائل السوشيال ميديا اللي هي موجودة للوزارات هذه المعنية جميعا، أكو زيارات مستمرة مشافهة مع الأماكن اللي هي يصير بها الذبح، حتى شوية نقول نبين للناس أهمية الإجراءات اللي هم يسووها. دكتورة، ذاك العيد ارتفعت حالات الحمى النزفية، تتوقعين هذا العيد بعد الجهود الكبيرة من وزارة الصحة بتوعية المواطن عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق المشافة اللي حضرتك هسه تحدثتي بها، هل تتوقعين راح ترتفع حالات الحمى النزفية لو راح تقل؟ والله نتمنى على المواطن انه هو يطبق هذه الحملات التوعويه، يطبق هالاجراءات اللي تنادي بها وزاره الصحه، يستمع الى مصلحته. يعني هو مصلحته انه يحمي نفسه من المرض، فنتمنى من المواطن انه يسمع هذه المناشدات من عندنا، حقيقه مناشدات للمواطنين انه يحمون انفسهم من هكذا مرض مميت. سيد دكتوره، حتى افهم، اللحوم المجمده الان اللي تباع بالاسواق ممكن تكون مصابه بالحمى النزفيه؟ يعني هو اللحوم المجمدة اللي هي تجي مجمدة لفترات طويلة، هو طبعا التجميد لا يقتل الفيروس، المرض هو مرض فيروسي، التجميد لا يقتل الفيروس، الطبخ هو ممكن يقتل الفيروس، الحرارة العالية ممكن تقتل الفيروس. اللحم المجمد هو يفترض انه هاي اللحوم الى ان اجتنا مجمدة، مو اللحوم اللي تنذبح بالبيت وتجمد بالمجمدة، لا هذه تختلف. يعني اكو لحوم هي تشترى مجمده وتباع مجمده، هذا اللي اقصده. هذه يفترض مجمد. هذه يفترض انه تم معاملتها بطرق صحيه حتى توصل بحاله صحيه المواطن. لكن لما احنا نذبح اللحم بالبيت او بمحل قصاب ونجيبه نجمده ونتصور هذا التجميد هو راح يقتل الفيروس، ولما نطلعه من المجمده ونرجع نتعامل وياه ما راح نتمرض، لا هذا فكرة مو صحيحة. لأن يعني التجميد الحيوان لما ذبح بهذه المنطقة وجمد، التجميد لا يقتل الفيروس، لكن الحرارة العالية يعني ممكن، هناك مشاهدات أنه تترك اللحم لحوالي 6 ساعات بدون أن تتعامل وياه، تتركه في مكان زين وبدون أن تتعامل. أكو مشاهدات أنه هذا ممكن تقلل من نسبة الفيروس الموجودة بهذه. وإذا انطبخ بطريقة صحيحة؟ إذا انطبخ بعد ما عندنا أي مشكلة. ماكو. إحنا مشكلتنا مع اللحم الحي اللي هو بعده طازج وغير مطبوخ، بس انطبخ بعد. يعني اللحم المجمد ما عليه مشكلة إذا طبخ بطريقة صحيحة. أطلعه من المجمدة ألبس كفوف، أقطعه ألبس كفوف، ذبيته بالجدر أشيل الكفوف وأذبها بسلة النفايات. وبعد هو ينطبخ بدرجة الحرارة. ما عندنا أي مشكلة. طيب الإصابات اللي سجلتها وزارة الصحة هي بالأغنام المستوردة لو بالأغنام المحلية؟ أيهما يعني كان أكثر عرضة؟ هذه ماكو فرق، ترى هي حتى الحيوانات المستوردة هي إذا مستوردة بطريقة رسمية فأكيد راح يصير لها متابعة وتوضع بحظائر معينة لفترة معينة حتى يتأكدوا من عدم إصابتها بالمرض. بس دكتورة، المواطن يقول، وأنا أنقل لك رأي الشارع، يقول لك إحنا ما كانت عندنا هذه الحمى النزفية، شيء قليل، من بدينا نستورد الأغنام من أستراليا ومن الهند ومن هذه المناشئ إجا الفيروس العراق، فشنو رد حضرتك عليها؟ هذه أقوال الناس صحيح. لكن الحقيقة هو المرض موجود، المرض كان بنسبة قليلة، يعني إحنا بدأت الحالات تزيد بعد جائحة كوفيد،
جائحة كوفيد أثرت على كل الإجراءات الوقائية التي تنفذ بكل الجهات المعنية. قلة مصادر المي، قلة المي، قلة الزراعة، قلة التعامل مع الأراضي الزراعية والإجراءات اللي نقول تتعاملون بها الفلاحين بتقليب التربة وبريها، هذه كلها هذه أدت إلى زيادة ناقل المرض اللي هي حشرة القراد بصورة مو طبيعية. يعني كانت الحشرة تظهر فقط في مواسم الصيف، هسه الصيف والشتاء وكلها موجودة، الحشرة موجودة بكثافات متغيرة. نعم، شكرا جزيلا دكتورة سنان غازي مدير مركز السيطرة على الأمراض الانتقالية في وزارة الصحة، نسأل الله لك السلام وشكرا جزيلا على كل التوضيحات. سلام للجميع ولكل مواطنين، وعيدك مبارك إن شاء الله. وعيد سعيد على الجميع إن شاء الله. شكرا. قبل أن أروح وياكم لموجزنا الخبري، خلونا نستعرض أبرز الآراء المنشورة بمنصة إكس حول عيد الصحافة في العراق لنتابع. ننتقل الآن بكم إلى الحصاد. الشيخ همام حمودي يهنئ الأسرة الصحفية العراقية بعيدها 155. السودان يوجه ببرنامج خاص لدعم شباب محافظة ذي قار ضمن مبادرة ريادة. المجلس الأعلى للشباب يطلق استمارة المسابقة الوطنية لريادة الأعمال لاستهداف أفكار الشباب. والأمن الوطني يضبط أكثر من 5000 كابينة مخالفة لبيع الإنترنت في عموم المحافظات. أمانة بغداد تعلن افتتاح أبواب منتزه الزوراء مجانا خلال أيام عيد الأضحى المبارك.